السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتمنى من الله تكونوا كاملين على خير وبأحسن وأطيب الأحوال. أهلا ومرحبا بكم في شانة الابتسام، ومرحبا بكل الناس اللي غيشاهدوا القناة لأول مرة. ضغطوا على صابوني أو سبسكرايب وفعلوا الجرس باش توصلوا دائما بالجديد. اليوم عملت لكم جولة أخرى في محل أتواب دبي، وكيف ما كنعرفوا جميع فشهر رمضان قرب الله يدخلوا علينا وعليكم الصحة والسلامة، وخصوصا أنه كان بزاف الناس كيبغيو ياخذوا أفكار باش يوجدوا شليبات ديالهم على تيساع، وما كيبغيوش يبقاو حتى لاخر لحظه عندي يقلبوا على الثوب وكيفاش او فين يخيطوه، لان هاد النوع ديال المحلات في لي بيريود ما قبل رمضان والاعياد بصفه عامه كيكون عليهم الدرك، وكذلك فمن المستحسن ان الواحد يوجد جليبات ديالو على تيساع ويتفادى الزحام ما امكن. وفي هذا الفيديو حاولت باش نقرب لكم الموديلات وشكيلات ديال الاثواب اللي كاينين، سواء ديال الجلابه اللي سامبل او اللي كيجيو دو بياس، يعني جليبه بالقفطين ديالها واللي خارجين حاليا في السوق ديال الاثواب، وحتى الاثمنه ديالهم فهي في متناول الجميع. وبالنسبه للمشاهدين اللي بغاو يشوفوا موديلات اخرين ديال الاثواب الجلابه والقفطان، غنخلي لكم رابط الفيديو اللي نزلت قبل من هذا في صندوق الوصف. ما نطولش عليكم، خليكم دابا تشاهدوا تتمه الفيديو، فرجه ممتعه. شنو هما الموديلات ديال الجليبات اللي خارجين دابا؟ شي حاجه تكون خفيفه مع الجو كيف ما كتعرف بدا كيسخن شويه. هضر الكريب دوس ومارو، كريب حرير، فيه اللوينات. هذا فيه اللوينات ديال اللوينات، هما هادو فيه الموف، هادو بكاع اللوينات، خضر تركوا الغوز. شحال الثمن ديالو هذا تقريبا؟ 200 درهم، 200 180. هذا يقدروا يديروه جليبه دو بياس، لحقاش خفيف. كيجي في القفطان، كيجي في التكشيطه، الكريب دو سوا راه معروف. اها، وهذا اللي حدا؟ هذه طرزه جديده في الكريب دو سوا، حتى هي طريزه جديده. داخل فيها جوج اللوينات. هذه الطرزه ديال هذيك المره. اه. هذه طرزه جديده اخرى. داخل فيها البرونز والارجون. هذا الاولى، الاولى اكسترا محفر، هذاك العام كنا خدمنا في السامبل، هذا العام داروه محفر. شنو اللوينات ديال هذا؟ اللوينات ديالو. فيه بزاف د اللوينات، الغوز، الزريرق، الماغون، الخضر. بشحال الثمن ديال هذا؟ هذا كيدير كيبقى ب 200 درهم. آخر ثمن؟ الأولى إكسترا بالصورد، ما كاين لا ولا. هذه الدو بياس، عريسات ولا شي حاجة ديال الحضور. خفيفة نيت. الفوقاني كيجي مخطط والتحت اللي بحال فيه انقطاع. هوك ولا هوك. كتكون هوك ولا هوك. هذا المخطط فوق هذا الريل. كيجي هو الفوقاني. بحال بحال، كيف ما بغيتي أنت دير له. كيبقى القميص على حسب نقدروا نديروا هذا الفوق ولا هذا الفوق، يعني ماشي بالضروره ندير واحد فيهم. اللوينات ديالها حتى هي هاهي العريسات اكثريه كيختاروا اللوينات اللي يكونوا فاتحين، بلون كاسي ولا الغوز فاتح. بشحال هذا؟ كدير 400 درهم. كاين المليفه مطروزه، طريزات جداد في المحفره، شفتها؟ كاينه هاد الطريزه، بان شكل بحال بحال كتبان بحال راندا من البعد، هي بان شكل من البتينه بهاد الحجرات الصغار. السومو فيها السومو البرونز والبوردو. هادو هما اللوينات اللي فيه، وحتى الطريزه كتجي مختلفه من توب لتوب. فيه اللوينات نيت، تبارك الله موجودين. هذا زوين هذا. هذا كريب جوهره، حتى هو خفيف زوون حرير، جليل بات الصيف. الخياطه ديالو، الخياطه كتبقى على غير لون واحد على ما كنظن، على حساب الكليان. ولكن اي خياطه زعما تجي مع احسن لون واحد ولا كاين اللي كيبغي لون واحد، كاين اللي كيبغي يدخل لون على حساب. شحال هذا؟ هذاك 200 درهم. شنو هما اللوينات اللي فيه؟ كاين فيه اللوينات، كاين فيه الترابي، كاين فيه الترابي، وكاين فيه الخزي والبلوم، الباج والنوار، البلون كاسي، الموف والبوردو. اضافه للمليفه السامبل، المليفه محفره. هادو راه كاع ما كيدي موضه. واش هادوك شي حاجه ديال القفيط ما تي دخلت جديده؟ بحالاش بحال هاد، كاين بحال هاد البروكاردون طيل مزوق زوون رومي. واخا تحلنا شي واحد محبا. بروكار دونتيل. بروكار دونتيل هذا مورد زوون فيه، كيجي في قفيطنا حتى هو. كاين هاد الموفرة، شحال هدا؟ هدا كيدير 7000 ريال. كاين هاد الموفرة حيا مطروزة حتى هي،
هي زوينه هذه مفرح على المطروزه. شحال هذه الثمن ديالها؟ 600 درهم. اللوينات اللي فيها ها هما اللوينات، اللوينات ديال هادو هما اللوينات ديال المبره. الماغ هذا ماغ وموز زيتون بلوموف كرابي سيال بونكاسي. شتي هاللوينات واللوينات ديال هاد البروكار اللي وريتينا تقريبا بحال بحال، واخا هادو فاتحين زواقين مبدلة، ولكن اللوان من اللوان في الشوفة راه تقريبا بحال بحال. هذا اللي شوية فاتح، زواقة مختلفة. كاين هاد المبرة بالسقا اللي تاهي زوينة كتجي في القفطان بوردو بالنوار. ها هادي هادي موزون تاهي جديدة لوينات. بشحال كتعمل؟ 800 درهم. تجي في التكشيطة، تجي في القفطان، متقلة بالموزون. وهادو الشكل ديال التوب جوهرة، الشكيلات ديال الجوهرة لي زيستراس بالحجر بالحجر. هاد الموديل يلاه جبتو؟ هادي تليجة منبتة سقا لي تاهي، وكاين هاد التليجة سقا لي تاهي سامبل، اللوينات ديالها والشكيلات. الثمن ديالها ابتداء من شحال؟ تليجة من 600 درهم. اها وجوهرة حتى هي كاين ديال 600 ديك حرير الصندوق، كاين اللي منبتة ب 500، كاين على حساب جوهرة وعلى حساب الكاليتي ديالها. جوهرة كتختلف في الكاليتي ديالها. واخا واخا نشوف هادي. مرحبا هادي في هاد اللون اللي فيها حتى الصومون. هاد الصومون فيها البلون كارتي، لوينات اللي خفاف خفافين فاتحين زعما ماشي مغلوقين. خفيفة نيت حرير بسقلي. بشحال هادي قلتي لي؟ 600 درهم. 600 درهم. شنو التويب اللي يجي تحت منها؟ ساتان حرير، الكراب حرير على حساب الكليان. في البلونكاس سانيت؟ بلونكاس في لا في اللون هذا على حساب الذوق ديال الكليان، كله كيف كيبغي. وهنا تكون سالت الفيديو اليوم. كنتمنى انكم تكونوا قضيتوا اوقات ممتعه بمشاهدتها وتكونوا استفدتوا منها ولو بالقليل. ما تنسونيش من لايكاتكم وكذلك التعليق ديالكم اللي كتفرحني بزاف. شكرا لحسن المشاهده، والى فيديو جديده باذن الله تعالى ومشيئتي. بسلامه.